جد ابدا 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 ما بتسهرني القهوه، صراحة ريحه القهوه طحن جديد عجبتني. ايه بطحن جديد يمكن مشان هيك طلع ريحتها هيك حلوه. ليكو دروجة البراد، قررت اليوم نظف البراد. بقى اليوم حفلي للبراد، باخد بس محرمه بحط فيها شويه خل ابيض وبمسح فيها البراد. هي طريقتي انا بتنظيف البراد، ما بحط اي مواد تنظيف فيها مواد كيميائيه. هذا الدرج أنا رح غسله ونشفه بمنشفة المطبخ. شايفين الهرهير بكعبه؟ قد ما ندير بالنا سبحان الله إلا ما يهرهر شي. هلا بدي رتب هول الاغراض، حطهم بعلب وحطهم بالبراد بطريقه مرتبه. بحب دائما احتفظ بهول العلب، اذا جبت فيهم شيء بجليهم وبتركهم عندي بفضي فيهم هاي القصص وبرتب فيها البراد، بكون الى غطا طبعا. حتى هول الأطرانيزات يلي بشتري فيها النسكافيه كمان بجليهم وبحط فيهم القصص يلي بدي ضبها بقزاز. أنا بحب القزاز، البلاستيك ما كتير يعني بفضل ضب فيه أشياء، دايما بتجه نحو الزجاج. هاي اللزقة بحب شيلها، بتبين المنتج شغله المكون اللي بقلبه شكله أرتب. شفتوا هيك كيف صار أجمل بدون أوراق؟ هاي ما أحلى الرتابة. جايين ناخد حلويات العيد، لازم بقى، كتير تأخرنا أصلاً. الله يعطيك ألف عافية، ما شاء الله كل شي فريش. حناخد من عنده الحلويات العيد. ليكو أساساً أنا ليش بحب أشتري من عنده؟ لأن المحمصة جوا، بيحمص جوا. الله يسلم ديتك، هذا شو؟ هلا نحن بعد الفطور يعني فينا ندوق الحمد لله، نحن تقصدنا نجي بعد الفطور. هاي مكاديميا. والله طيبة. ليكو أنواع الشوكولا والبونبون والملبس، خليني رجع لكم الذكريات، خاصة حبايب قلبي يلي ببلاد الغربة. ليكو بدي لكم شغلة حبايب قلبي، أكتر نوع ما بعرف شو بتسموه أنتو، حلو أو حلقون، أنا بحبه هو الحلقون. لفرجيكم أي نوع حلقون. لا مش هيدا، هيدا بس ما هيدا كمان، هيدا بس من برا. انا بدي اياه هيك يكون معجون عجن بالفستق الحلبي. هلا بسألوا اذا ما لقيت. انتو مثلي ولا بس انا بدور على هيك قصص؟ لا ما هيدا كمان، ليكو بيشبه هيدا بس قلبه من جوا بيكون كمان في فستق حلبي. حاسألوا لشوف من حاطته. دخلك بدي اسالك، بدي من هذا الحلقون يلي بيكون معجون من قلبه الفستق الحلبي. هيك كان موجود، تفضلي يليكو نحطه. وي وقلال كمان، ما في غيره؟ لا بلا، في منه علون. لا بس بتعرف انا هذا كمان بس من برا الفستق الحلبي. ليكو شايفين حبايب قلبي؟
الفستق الحلى بتاعه بس من برا، انا بديه من جوا. ايوه ايوه مظبوط. انا عم دور على هذا اللي عم دور عليه. هذا لجوا يعني؟ ما بعرف شو بيسموه اهلنا بسوريا، بعتقد بيسموه راحة الحجاج. صحيح. ما هيك؟ راحة الحجاج. راحة العرسين كمان. راحة العرسين؟ صحيح. ايه فهذا انا كثير بحبه، انا لما منعيد قرايبنا وحبايبنا بس يجيبوا صينية الحلو، انا اكثر شيء بتلفت نظري هاي، مش الشوكولا ولا اي شيء ثاني، فحاخذ منه. هدول شو محشيين يعني هدول؟ حبة الطعمة هيدي. شو هيدي؟ هيدي كوكيز عندك على مكسرات. كوكيز؟ ايه عندك هيدي تمر مقلب، تمر. اه هيدا تمر. حبات لوز. تمر. وعندي هيدا الفلفلين على كرانش، عندك الحلو، عندك هيدا شو هيدا هون؟ هيدا كمان تمر كرانش. تمر وكرانش. ايه تمر حلو. لكن ليش؟ ده صرنا عم بيخترعوا اشياء وشغلات وشغلات يا عم قسما بالله. لا لا افتحي بيها، افتحي بيها انا ما بعرف، انا حابه ادوقها، عجبني شكلها. هون اذا عجبكم نوعه عبالكم تشتروا منه وتتاكدوا انه حتضيفوا ضيوفكم شيء طيب وينبسطوا، بحق لكم تدوقوا. مسموح. تسلم كلك زوق. طيبه؟ شو طيبه؟ ناخذ منها؟ رفع. ناخذ منها كيلو. السلام يا اهلا وسهلا. فواكه ترتيب. فواكه ترتيب. فيها؟ منها مجففة بس. أنا حاخذ من هيدا. هي طبيعية. حشكل. ليكو كم نوع فيه؟ في هيدا كمان بيشبه الحلو اللي جبته معي من السفر أول سفرة. هذا من مستلزم. هذا النوغا. النوغا. النوغا بيسموه النوغا. هذا ملبن باللوز. آه باللوز هيدا. أنا هيدا وبس. حلو بدك شيء حلو؟ كمان. هذا تمر ما هيك؟ هذا لا هذا كمان فلوتين يعني ويفر بقلبه مكسرات بس هذا مر. مندوق هاي نشوف شو عامل من جوا. كمان حناخد مكسرات يلي بيجي لعنا بالعيد، منحب نحط قدامه موالح كمان، مش بس المعمول والشوكولا، لا كمان منحط الموالح. والله عم فكر اخد من هاي المكاديميا عجبتني. كمان في من هيدا البونبون، هيدا طري. ايه طري بيجي. في نوع من انواع البونبون اللي بيقبع الدراس بيشبه هيدا، انا كتير بحبه. لا بس هيدا الشوكولا مش هيدا هو، تعال لكم اي واحد فرجيني. لا ولا ايه هيدا يا الله، هيدا بالبرد بيكون قاسي قاسي، وعن جد يعني انا من محبينه، ما بعرف اذا انتم كنتوا كمان مثلي. انا بسميه بيقبع الدراس بس هو ما بعرف شو اسمه. هي بقلبها كريمة اللوتس. لا اي والله اللوتس طيبة. وهيدا هي مكسرات بندق ولوز. هلا فرجيهم انا على شو كان قصدي اللي بيقبع الدراس. يا تيعونه ايه هيدي ما بيطيقها هاي، انا اللي بحبها. الله يعينه بيكون ركب وجبة. ليكو هلا حيقولوا ما تركتوا شيء بالمحل ما دقتوا. تسلم كلك ذوق. والله عن جد نحن دايما بنحب نجي نشتري من هون من عند الافيوني، ما هيك؟ الافيوني اسمها محمصة الايديال. شو هيدي طيبة العلوتز؟ هي اللي بايدك التانية على شو هاي؟ هي مكسرات. والله ملياني ملياني مزبوط مكسرات. هيدا شغلكم؟ والله ليكو بتساعدوه، هي أول مرة بعرف إنه هيدا شغلهم هني، يعني أنتوا اللي بتصنعوا؟ أنا بعرف المحامص لأنه عندك محمصة جوا، بس الشوكولا للأمانة؟ حناخد من هيدا الحلو.
فوالله ما يا هيدي قد ايه قلنا بناخذ الحلو من عنده. قلنا سنين وسنوات نحن حلو العيد من هون من عند الافيوني محمصة الايديا. اول مره بعرف انه هذا الشوكولا كله اللي هون صناعته هو. والله اول مره بعرف. لا انا كنت مفكره انه بس هو محمصة جوا انه بيحمص هول البذورات والفستق. بدي اخذ الملبس ليكو، اذا ما اخذنا بونبون ما فينا ما ناخذ الملبس. بدي شيء بالملبس، بدي شيء ما يكسر الدراس عن جد. هي قطرة، هي دي كانت قاسية. ليكو انواع الشوكولا اللي هون، ليكو هي شكلها حلو، شكلهم بالصينية بس نصفصف صينية العيد. اكتبوا لي اذا كنتوا عم تتابعوني من غير بلدان اذا عندكم هاي العوايد انه بنعمل صينية فيها شوكولا، كذا نوع شوكولا ملبس، هيك كاسة بالنص بنحط فيها ملبس بونبون من هداك البونبون. فاكتبوا لي اذا كان عندكم احلى شيء. بحب وداعها هيك عوايد. سميري سميري او ادمز، ادمز او اسمه ما بعرف. سميري ادمز يعني علك. لا شو كان اسمه؟ سميري. امينامز. امينامز. شو هيدا؟ كري كري. لا لا خلاص حبي بزياده. سلم دياتك. الله وكيلكم شبعنا نحن من دون شيء جايين بعد الفطور بس. الله يزيده من نعيم وعن جد كريم. اخذنا كاجو، هذا الكاجو كثير طيب. هول هن كل الاغراض اللي اخذناهم. يلا ان شاء الله بينعاد علينا وعليكم بالخير والصحه والعافيه يا رب. الله يسلمك. هيدا هو يلي بيعبي على الدراس اللي شلته قبل شوي. لا كان بقلبه مثل الشوكولا صح. فهيدا ما بعرف اذا عرفتوه. بيجي هيك اذا فتحتوا هيك بين ايديكم مثل الملبن بيجي. رح اخذ منه كيس، مبسوطه اني لقيت منه. والله شفته جاي بصنوبر بلدي، قلت صارت وصارت. شو انا كل يوم بدي اجي اتسوق؟ فما شاء الله هذا بلدي. هذا بلدي كثير ياس كمان. هلا عنده احبه. يا سلام. فكرته خفيفه لا؟ بلدي. بلدي؟ مرة بنت عمي رواق ذاكر يا هادي لما سافرت على تركيا جابت لنا صنوبر. شو حبت الصنوبر؟ قد حبت اللوز هيك. فأنا بحب صنوبرنا أكثر. تحسوه بالمحاشي بصحن التصقي الفتة عن جد غير شكل. صدقوا برمضان أنا خلصت كل القلوبات اللي عندي هون بالبراد، فرح أخذ كمان لوز صنوبري. هذا زيرو سكر؟ أيوة. شو هو بلوبري؟ أيوة. يا عشو ولا لا؟ لا. عبالي أعمل بعد هالحلويات اللي عملناها على العيد، بعد العيد إذا الله رد بدي أعمل حلى الشوفان الصحي، فرح أخذ بذر اللقطين كمان طالما أنا هيك هون. إن شاء الله بعمله وفرجيكم أنا كيف عملته بإذن الله. بتعرفي كيف بفصفصوا هذا؟ لا ما تقلي كيف بفصفصوا. ما جا عبالي أعرف أبدا. ضحكت صاحب المحل. أنا عارف. لا هي المكانات بتعمله. هيدي جاية دغري من المحمصة من جوا، يعني بيقرشوا قرش هول. سلمون. ممتازة. Thank you.
بسمعكم صوت شو بيسموه؟ بيسموه الوداع، لأنه في عجقة برا فتت لجوا، فبيجي المسحرات بيدق على الطاول بعد أذان الفطور أو الأذان، إيه بعد الأذان المغرب. بضل هيك للساعة 12 وحدة بالليل، بيبرم على بيوت بيت بيت وبياخد اللي فيه النصيب. والله بيستاهلوا، بيستاهلوا كل خير. يعني قعدوا شهر كامل هن بس عم يشتغلوا مسحراتية. شو منزلين اشياء للعيد؟ بحب دايما انا اشتري اكرمكم الله الاحذية من هذا المحل هون، دايما بينزل اشياء حلوة تعجبني. بكل عقلكم حلو هيك شيء للعيد، اسود وبيج منو علامة. تعالوا فرجيكم أجواء رمضان عنا بطرابلس كيف عامل، والعالم كيف معجوقة، يلي ناقصها لسه شاي المجابت، يلي ناقصها جزدان، يلي ناقصها سكربيني، ناقصها عريس. معقولة يبعت لك الهم لك هالعربية هاي ما أحلاها، حطت لوز، حطت أكاديميا، رمان، شمندر، حطت الجبنة مع الدرة، بيعملكن تابل الدرة مع جبنة. فبعد الفطور العالم تيجي لهون بتتمشى لوقت السحور حتى ليكو فارة الرمان ومجهزه. الله يرزق الناس، بس أحلى شيء الفرحة المرسومة على وجه الناس. ربي بطريقنا حدا يبيع جلاب. جلاب؟ ظاهر عطشان. لا مش قصة عطشان، لكن حبيبي اشرب جلاب مع تلج. شفت التلج؟ ليكو ليكو البيوت اللبنانية الأصيلة هيك بيجي البيت اللبناني، بيجي هيك شبابيكو قناطر. تعال نشوف هالبياع العربية هون شو ببيع. عبالي كزدركن مع اليوم أنا هون. كمان نفس الشيء، شمندر، فول، حمص. ليكو بهيديك الكاسة بيحط الذرة، الذرة اللي بتيجي معلبات اللي طعمتها حلوة، وبيخلطها مع الجبنة. ليكو رجعت شفت هيدي وين بمحل الألعاب، هون البسطة الألعاب. فرجيني كأنه شكلها بشهيك تدقرها هيك. هي لك ما أحلاها، أحساس حلو. فرجيني هيك، فرجيني هون هي بلا ضوء. شو بيعمل؟ ايه عن جد بكيف الولد عليها. ليكو ما أحلى هالبسطة هون كيف عاملينها، الله يرزقهم يا رب. ليكو هيدي حبهم كتير، قرر ياخد من هون للولاد تنفرح الولاد بيوم العيد إذا الله رد. ليكو أي شغلة بسيطة ممكن تفرح الولد. يعني أنتوا بتقولوا لا هيدي ما بعرف شو يمكن، لا بس صدقوني الولد بلاقيها قد الدنيا. لو أبسط شيء، أبسط شيء من أي مكان بلاقيها قد الدنيا. فحسبنا قد عدد الولاد بالعيلة وعم ناخد لون، عم ننقي لون اشياء كل حدا حسب عمره. هاي بسطة الكعك ما شاء الله، الكعك والبونجيز على السحور مع قنينة المي. تعالوا نكمل مشوارنا. أولاد ببين الوداع، صرنا قراب كتير، بدي شوفهم وين هن.
البيت القهوة يلي جبتها من عند الأفيوني إيدي يا بويني ويني هكذا فرجيكم إياها. جبت شوي لأنه طاحنهم طحنة جديدة فريحتها خرقت قلبي على الآخر. فأول ما كما كانت أطلع بالسيارة شم ريحتها قلت لا، أول ما وصلت على البيت ليكن لكوين اللي غليتها. هلا بنطلع نشرب أنا وهادي. صح عن جد ريحتها حلوة. إيه والله. هلا حيقولوا لي يا ليلى بتشربي قهوة إنه الوقت تأخر، مبين إنه الوقت تأخر. فأنا ما بتفرق معي، أنا بشرب قهوة وبنام. ما بعرف اذا انتم كنتوا بينك رمضان ليالي رمضان ما في وقت متاخر، بيبقى السهره صبيحيه. مزبوط. بس برضو في ناس يا هادي بيشربوا القهوه ما بيسترجوا يشربوا قهوه بوقت متاخر، او بيشربوها يمكن على السحور بيقولوا لك خلص نحن فقنا بعد السحور انه بننطر الاذان ونصلي بنضلنا فايقين. انا لا، انا اذا شربت القهوه من هون ركوي أدهي إذا بدي أشربها، ما بشربها كلها، أكيد بشرب فنجان فنجانين، بحط راسي وبنام، هذا منوم بالنسبة لإلي. بس بدي أشربها. بتصدق أنا بس أشرب قهوة بنام؟ أنا مثلك. والله العظيم. إيه. أنا ما بعرف ليش في ناس بيقولوا إذا بيشربوا شاي بيسهروا، سبحان الله أجسام هي، بيختلفوا من شخص لشخص. مرة في عندي زميلي كان معي بالجامعة. يقول لي كون مثلا شوي متعوقين بالدرس وهيك، يقول لي شو عدل لك نعست لك قوم شرب معي قهوة بتصحصح وبضلك تدرس طول الليل. صح. قسما بالله يا ليلى من أول فنجان تاني فنجان أعطيك ما في فتح عيوني أبدا أبدا أبدا. هو لا، هو بتلاقيه كأنه تنشط وأخذ جرعة طاقة يا لطيف، أنا كأني أخذت لي جرعة منوم. صح. أنا زيادة عن هيك، هلا أنا يمكن أول مرة بذكرها عن البكالوري، بكالوريتي علمي، أخذتها علمي، فبتعرف العلم المات والفيزيك والشيمي. كنت أسأل رفقاتي إنه لأي ساعة بتضلوا تسهروا، كانوا يقولوا لي بنحط نحن ركوة قهوة وبنسهر، بنسهر على الدرس. جيت أنا هلا، أنا الماما ما كانت تخليني أشرب قهوة، هلا بتقولوا ليلى بكالوري، إيه والله بكالوري، ما كانت تخليني، ممنوع كأني بباب البيت. فقلت لها يا ماما بدي أعمل قهوة بدي أسهر. قلت لها القهوة بدها تسهرك ما بيسوي لك. قلت لها لا بدي أعمل قهوة عشان أسهر وأدرس. عملت قهوة والله أدهي، كان عنا قهوة ببيت أهلي مثل هاي نفس الشكل نفس الموديل. عملت وقعدت حطيت كتاب المات قدامي. هلا أنا الحمد لله من الشاطرين يعني، بس بدي وقت، بدي وقت زيادة. فحطيت هالقهوة والفنجان أشرب، أهلي كلهم ناموا، البيت سكوت ما فيه يعني، إذا دبدبت النملة بتسمعوها، وأنا عم بدرس أدرس أدرس وفنجان قهوة ورا فنجان قهوة. طلعت خلصت الركوة حطيت راسي ونمت. تصبحوا على خير. خلصت. فتك بعافية. عن جد أبدا 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 ما بتسهرني القهوة، بس والله هلا ريحة القهوة طحينة جديد عجبتني. إي مطحون جديد يمكن مشان هيك طلع ريحتها هيك حلوة. ريحتها بالسيارة كانت لافة لاف. فاكتبوا لي بالكومنتات انتم. لا والحلو انه اعطانا اياهم تيست كمان. ايه قالوا جربوهم. ايه والله طلعوا يمكن غلوتين. لا لا هلا هذا هل هي القهوه فيها هال؟ لا ما فيها هال. لا بس طيب من ريحتها مبينه طيبه. نروح نشربها ونسهر انا وجوزي على اي سهره. ونسهر نشرب القهوه بمدرستنا وننام. بس كمان وجع الراس ما اكثر من. يلا حبيب قلبي تصبحوا على خير، بحبكم كثير وملتقي معكم بون وي باذن الله بنفس التوقيت. بون وي.